أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يكون هكذا الأسبوع وذاك الشيء عندنا سلسلة تعاودك، كل من يكملوا سلسلة بدأوا واحدة إن شاء الله. رحنا بدينا سلسلة جديدة تحت عنوان منهاج التربية في الإسلام. فللتربية الإسلامية أو التربية على الإسلام منهاج، وشرعنا في النقطة الأولى وهي خصائص التربية في الإسلام. ما هي خصائصها؟ وبدينا في الخاصية الأولى اللي هي وسمية الخاصية الأولى أنها تربية، زيد، تربية ربانية وليست شيطانية ولا علمانية، منسوبة إلى الله والرب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تكلمنا عليه. والربانية هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا هي تربية ربانية من حيث المصدر، من حيث المصدر، يعني إحنا المصدر تاعنا اللي كيوجهنا في التربية منين جاي؟ من سيدي ربي، الكتاب والسنة. فقد تحدثت عن هذا الأمر، إحنا نربي، وقال الله، قال رسول الله، ما قالش قال سيدي فلان ولا قال فلان ولا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت إن الحرب التي تشن الآن على الإسلام على فين؟ فين؟ في أن تسلخ الأمة وتقطع علاقتها مع مرجعية الإسلام. ما وقع في مصر على قضية الدستور، الآن الذي يقع في المغرب من محاربة الدولة إسلامية الدولة، كل ذلك. وهؤلاء الذين يريدون أن زيد يثورون ويهاجموا ما يسمى بثوابت الدين، الذين يطالبون بقضية إلغاء الإعدام والتقليل للإجهاض والمسائل المعروفة، التعدد والمساواة في الإرث، هذا كلهم يضربون المرجعية. هؤلاء يريدون تربية والعياذ بالله الأمة، نسأل الله العفو والعافية، على مرجعية غير الإسلام. ثم بعد ذلك ربانية الغاية تحدثنا عنها. ثم الثالثة ربانية الوسيلة. الوسيلة الآن أيضا هي ربانية، فأنت تريد أن تربي الإنسان المسلم، غايته الله ومرجعيته الإسلام. فالوسيلة من المرجعية إلى الغاية، أي من المنطلق اللي هو قلق الرسول الله إلى الغاية، تربي الإنسان الذي يخاف الله ويحب الله. هذه الوسيلة التي تربط بين المرجعية أي المبدأ والمنطلق، أيضا هي تكون ربانية. واسم هي هذه الوسيلة؟ هي الإسلام، هي الإسلام. تربيه على عقائد الإسلام، عقيدة الإسلام اللي هي التوحيد، تربيه على العبادات من صغره، من يكون 7 سنين كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مره 7 ركعات، وتربيه على الأخلاق، وتربيه إن شاء الله تبارك وتعالى على أن يكون إيجابيا، وهكذا. هذه الأمور كلها سنتناولها فيما يستتبع من النقاط، غادي نتناولها في واحد الشطر خاص كيتسمى مجالات التربية في الإسلام. نمشيو الآن إلى الخاصية الثانية من خصائص التربية بعد الربانية. الخاصية الثانية التي تتميز بها التربية واسمها هي الربانية، وهي أيضا تتصف بصفة الشمول. ربانية وشمولية، ما معنى شمولية؟ إذن فهي تشمل حياة الإنسان في طولها كله، وتشمل عودة التربية عرضا في المجتمع كله، وتشمل أيضا عمق الإنسان كله، فهي شاملة في الزمان طولا، وشاملة أيضا عرضا، وشاملة عمقا. تربية شاملة طولا من اللي تزيد حتى تموت، وعرضا وعمقا. ولنبدأ إن شاء الله بالأولى، الشمولية في الزمان، التربية الشمولية في الزمان. أولا، إن التربية في الإسلام هي تربية مستمرة حتى تلقى الله. فإذا سمعتم أحدا من الناس يدعي أنه تربى ووصل إلى الكمال، فاعلم أنه عياذا بالله واسمه وصل إلى
إلى شبهة شيطانية أضل بها الكثير من الناس. عندك 60 عام ما زلت تربى، 70 عام ما زلت تربى، 90 عام ما زلت تربى، تبقى تربى حتى تلقى الله تعالى. ولذلك تبقى تصلي حتى تموت. الصلاة هي من أعظم وسائل التربية. لو كان قاعد تكون ميت قاعد وباقي فيك غير العقل يتحرك، لوجب عليك أن تصلي لله في آخر لحظاتك ولو بالإماءة من عينيك. فلا يرفع الله تعالى عليك مسألة التزكية أي الترقية والتربية أبدا. وإذا سمعتم من يقول إحنا وصلنا، أعرف بأن الله هذا إضلال الشيطان لهم. واحد مرة عبد القادر الجيلاني كان يقول كان قائم بالليل في الظلمة وفجأة أضاء البيت الذي يصلي فيه، فسمع منادي يقول يا عبدنا يا عبد القادر قد رفعنا عنك القلم وصافرك نجحت. اش قال له هو؟ اذهب يا لعين، لو رفع الله التكليف عن عبد لرفعه عن عبده رسول الله الذي قال له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. سيدنا النبي قال له خصك تبقى تعبد سيدي ربي وتزكي حتى ياتيك اليقين. واش هو؟ الموت. ما دمت ما متش باقي فيك الروح، فانت تحتاج لواحد يقول لك كلمه، واحد يربيك بكلمه، وربي يربيك بالاحداث كما من غادي يسوي وسائل التربيه الاخرى، يربيك بالاحداث بالمصائب، تربى بالعلم، تربى بكل شيء. فانت دائما في حياتك، حياتي هي مدرسه للتربيه، تتدرج فيها فصلا بعد فصل. اذا فهي مستمره في الحياه، ستظل تحتاج الى النصح والى معالجه النقص التربوي واستدراك الضعف الإيماني والضعف العلمي والضعف التكويني حتى تلقى ربك. إذن فهي شاملة في الزمان كله. فيبدأ الإنسان يربي أبناءه قبل ما يجي الولد، قبل ما يجي الولد، باش باش يربي الولد قبل ما يجي، باش بالبحث عن أمه الصالحة قبل ما تفكر في الولد والنتيجة، أتفكر في الأرض التي تنبت هذه البذرة الطيبة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بكري كيقول لنا فاظفر بذات الدين، يقول للمرأة عودك إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. التربية ما تبداش حتى يزيد عندك الولد، يزيد عندك من الوقيت اللي تبقى تفكر. انا كنتكلم مع الشباب، الوقيت اللي تفكر باش تتزوج، تشوف المرأة التي يمكن ان تستأمنها على ذرياتك. واش تدي انت فرنسا وهي عندها 70 عام بغيت لك واغط وبغيت تجيب لك المؤمنين؟ شحال واحد كيضرب لي التليفون يقول لي شوف انا الندم الكبرى التي ندمت عليها هو انني تزوجت كاثوليكية وفرضت علي في بلاد الغرب ان تذهب بوالدينا وبولد لمن؟ الكنيسه. ها هو عايش اولاده يتنصر. الناس كاع ما ردش هذا الشيء البال. يلقى الله يوم القيامه وعنده مجموعه تاع وليداته ليسوا مسلمين. في العنق ديالو. كي غادي يدير اذا ربي والمراه نتاعو والعياذ بالله ماشي مسلمه. كي يدير ربي والمراه نتاعو لا علاقة لها بالله، مسلمة ولكن ما تعرفش كاع ربي كاع. ولذلك تعرفوا بأن الآن عندنا أزمة كبيرة في المغرب ديال شي ديال العنوسة، الزواج ما كاش، والزواج اللي يتم زين أغلبه يفشل في خطوته الأولى. الناس ما مساكين ولد صغير وبنية وحساب لهم الزواج واش ما هو؟ نزوة وشهوة عابرة، ما عارفينش باللي الزواج هو تربية، هو صبر، هو بناء أسرة، هو استمرار الاجيال وان تستمر الدين والخلق مع الاجيال. هذيك كتصير واحد القضيه تاع الطلاق بشكل كبير مفجع. اذا فانت تختار المراه علاش؟ باش تربي، تربي لك الولد. فاذا اخترتها وكانت صالحه فقد قمت بخطوه عظيمه في التربيه. ثانيا، اذا كنت تباشرها فأنت تستحضر أيضا تربية،
فالرسول الاكرم عليه الصلاه والسلام كيقول لك حتى منين تجي دير العرس ابنيه على تقوى من الله ورضوان. واش انت العرس نتاعك تبديه بالشراب والاختلاط والشياطين يدخلون عياذا بالله فيلعبون برؤوس اولئك الذين لعبت الخمره برؤوسهم فيجتمع عليهم الخمر ام الخبائث والشياطين والاختلاط فيقع من المحظور ما يقع. مشكله تبنى انت. ثم بعد ذلك اذا دخلت لتباشر زوجتك تستحضر الجانب التربوي من مصلحتك. يقول لك ايما رجل يريد ان يباشر زوجته فعليه من السنه ان يقول بسم الله اللهم جنبنا زين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انت تريد لهذه الباكوره ثمره الزواج الولد المطلوب المقصود الاعظم من الزواج ان يخرج بفضل الله من رحم الام لم يكن جنديا من جنود ابليس. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لو قضى الله بين العريسين او الزوج والزوجه في تلك الليله بعد ان قال ذلك الدعاء لم يصبه الشيطان بفتنته ابدا. وذاك حنا السيد يمشي يباشر المراه ديالو ولا هو سكران وذيك الوقيته تحمل المراه غادي يخرج الشيطان. سيد ربي كيقول وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. الا جيت انت تباشر الزوجه تاعك وما سميتش سيد ربي يقول الشيطان الموال ارواحه ربي جاب لكم الفراش. ولا جيت تاكل وما سميتش الله ارواحه نوري لوجي وزيد زيد كوشي نعس وكالي وشار. لذلك الانسان يستحضر هذه المعاني من تشوف وليدات الناس هكذا الله يحفظ ويستر واحد ولد صغير واحد يربش الدار كامله اهرس هذه يدير هذه يدور. قول له بحال اللي طاح الشيطان من القلب لان ما كان لا ذكر الله له. هذا عند المباشره. ثالثا اذا حملت المراه ايوا اسمع خصها دير ان شاء الله في التربيه اسمع الرجل الوالد والوالد اش خصهم يديروا. اما الام فوجب عليها ان تستنى بسنه شكون؟ زوجتها ال عمران. لما حملت مريم في بطنها قالت ربي زيد نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل. يا ربي هذا اللي راني رافده في البطن ديالي له لا يجعله يكون والعياذ بالله عدو من اعداء الله. اللهم لا تجعل بطني وعاء لعدو من اعداء الله. ويكبر لي رفد انا في البطن ديالي السيسي يا خلطاشر ولا مجرم بحال فرعون. انا اريد ان احمل في بطني من يعبدك. فتظل المراه تسال الله ما دام الجنين في بطنها تسال ربها سبحانه عز وجل ان يجعل بطنها وعاء لرجل صالح وامراه صالحه تنفعهما بعد الدنيا. اذا هذا الدعاء الناس كاع ما يديروش. الناس ما عندهمش الخبر باللي من التربيه في الزمان ان الوليد كيكون في البطن تاع امه يخص دائما 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 لما تدعي تقول يا ربي يا ربي هذا السيد اللي راني نحمله في البطن ديالي الا كان غادي يكون صالح واسالك ان يكون صالحا جيبو على خير ولا ما يكونش غادي صالح هنيني به قبل ما يخرج ويرى النور يا رب. إذا كان غادي يخرج والعياذ أبو جهل جديد ونكون أنا اللي حملته ألعن بسببه في الدنيا والآخرة في الأولين والآخرين فأسألك يا الله سبحانه عز وجل ألا يرى النور. شوف والبيت أنا واسمه خصو يدير في التربية يرد هو واسمه غادي يدير يعاونها في ذاك الغلام واسمه غادي يدير باش يعاونها اسمه الحلال. أو ربي ربي أن يتحرى الحلال فلا يدخل إلى بطنها أبدا حراما لأن الحرام إذا دخل إلى بطن المرأة كان له تأثير على الذرية. يسميهم أولاد أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أنا عقلت على الناس اللي كبارك ما يقدرش يدخل شي حاجة حرام على ولاده أبدا. والمرأة كتقول راجلها من يكون غادي يخدم ويكون مزير تقول له لا عليك أن تأتينا ويداك فارغتان
فإننا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على النار. جيب لنا غير الحلال. الحلال سيدي الحلال. الله يخليك ما تجيب لناش الحرب. ما تمشيش تبيع القرقوبي وتجي تعيشني. ما تبيعش الدخان وتجي تعيشني. ما تبيعش الشمة وتجي تعيشني. ما تبيعش الخمر وتجي تعيشني. ما تكذبش على السلعة وتجي تعيشني. ما تمشش الرشوة وتجي تعطيهاني تعيشني. هذاك الشيء راه كلشي غادي يولي على الذرية. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نكدا. الخبيث يخرج نكدا. ولذلك الإنسان الراجل في هذه الوقيتة يخز في كل وقت، ولكن في هذه الوقيتة يطعم زوجته الحلال. وهذا معنى قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله، ما معنى يتقوا الله؟ خاصة فاش في تحري الحلال. هذا الجانب العملي ديال الإسلام هو المهم في التربية. إذا هي تدعي هو واجب الحلال ويتعاون على هذا الخير. فإذا خرج من بطن الأم يحتاج التربية، وهذا الشيء اللي درت فيه سلسلة إن شاء الله. القضية تاع كي يخرج يؤذن له في اليمين وتقام له في اليسرى، زيد واسمو يدير، ويحلق رأسه ويتصدق بزينة شعره ذهبا، زيد ويدير يمشي يعني يزينوا له وهكذا. هذا الشيء كلشي راه تكلمنا عليه. ثم بعد ذلك يختار له الاسم الطيب. ثم بعد ذلك تبدأ التربية العملية في الزمان كله. والرجل هنا مهمته أن يقوم بإطعامه صغيرا والنفقة عليه، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ويتعاون مع المرأة في تربية فكره وإيمانه وسلوكه وأخلاقه بكل الوسائل التي شرعها الشارع لتربية النشء، قدوة وموعظة ونصحا وكلها كلها. فتبقى التربية مستمرة مع الزمان. يلخصها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: داعبوهم سبعا. سبع سنين تاع المداعبة للعب لإشباع غريزة الطفل الفطرية. فملاعبة الأطفال في هذه السن هو إشباع لحاجات الطفل يتكلم عنها الدارسون والعلماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يمشي على أربع ويمتطي ظهره الحسن والحسين، ويدخل علي فيجد النبي يمشي على أربع وعلى ظهره الحسن والحسين، فيقول علي رضي الله عنه: نعم الجمل جملكما. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الجمل جملهما، ونعم الراكبان هما، وأبوهما خير منهما. شو مزاح يعني. يجي سيدنا علي ويصيب ولاده راكبين على ظهر سيدنا النبي، وسيدنا النبي يمشي على أربعة صلى الله عليه. يقول له سيدنا علي: سعداتكم يا وليداتي، اش من جمل اللي راكم راكبين عليه؟ نعم الجمل جملكما. وسيد النبي باقي على اربعه، ولاده مازال على ظهره، لا يستنكف ان يوجد في هذه الصوره خيره من مشى على الارض بابيه وصلوا عليه. ويرد عليه عاودك يمزح يقول له: نعم الجمل جمل، نعم سيدي، نعم الجمل جملهما، ولكن نعم الراكبان هما، حتى هما ما تحسبهمش، وأبوهما خير منهما. شو الجواب كيفاش؟ صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فأطال السجود ذات مرة. هالشي قاعدكم تعرفوا. فلما أطال السجود على غير عادته سأله الصحابة بعد تمام الصلاة: رأيناك أطلت السجدة على غير عادتك يا رسول الله؟ قال: ارتحل ظهري ولدي وأنا ساجد، فكرهت أن أفسد نشاطه. حتى نزل الرسول. أو يا
ابن عمي احنا من اللي جنب الزيت. اقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي يقبل الحسن والحسين. قال اتقبل اولادك يا رسول الله؟ ايه قالوا نقبلهم. قالوا تتقبلون ولا ما تقبلش؟ قال ان لي عشرة من الذكور ما قبلت احدا منهم. قال وما عساني اصنع لك ان نزع الرحمة من قلبك. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. انت ما رحمتش حتى وليداتك، ترحم اخرى ما يمكنش، ما يمكنش. اذا في الاشباع العاطفي قال لك فين النبي صلى الله عليه وسلم تكون عادل. الى عندك زوج ولا ثلاثه تكون عادل. الى قلت الاستاذ انا قلت هذا انا. ما تميزش البنت على الولد. ما تبقاش تذكر الولد دائما والبنت مسكينه ديرها. لا ما تميزش حتى قال لك حتى في النظره. قال لك الله يحفظ انتفض ابناء يوسف قالوا ان ابانا بنى ده يوسف انه في ضلال مبين. اش خصنا نديرو؟ نديو ذاك يوسف اللي يحبوا باه بزاف ونرميه ونقتلو. اقتلوا يوسف. علاش؟ لان الغيره كادت تحرق ابناءه حينما يرى ميله الاكبر الى يوسف وهو معذور. علاش معذور؟ لان يميل يوسف، لان المحبه زائده كل من للصبي الصغير. انتم كبار بعد، انتم رجال وديروا عندكم. احنا عندنا واحد المثال في العربيه يقول وكرف، يعني الشارف يعني الوكارف شارف. انت كبير هو مسكين صغير. اذا دائما الرحمه فين تكون تمشي؟ الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يبرا. هذول الثلاثه يحتاجوا زياده ديال الحنان. فلم يفعل شيئا ينكر عليه سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام، ولكن ومع ذلك اشتعلت قلوبهم حسدا وغيره مما اضطرهم ودفعهم لكي يقوموا باشنع الاعمال. ها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الصغار يلعبوا، لعب مع هذا ولعب مع هذا، اش هذا تلعب هذا ما تلعبش معه. حتى في توزيع النظرات قالوا العلماء حتى في القبلة، إلا قبلت هذا قبلة غير خفيفة والآخر مجهد راك ظالم، راك طبعت في الكلب نتاعو باقي خاطر. إلا ضميت واحد ضمة مجهدة والآخر غير مالك على الطرمة في الحجر وما دارتلوش هكذا راه ظلم. انظر كيف توزع هذا الحنان على أولادك بهذا التوازن حتى لا يؤثر سلبا في نفسياتهم. شو المراد؟ إذا فأنت تداعبهم سبعا، المشكل نحن عندنا، ثم زيد علمهم سبعا، دخل في مرحلة تعليم، ثم صاحبهم سبعا، يكون صاحبك من 14 حتى 21. فأنت تربيهم إذا طيلة 21 عاما مداعبة وتعليما ومصاحبة حتى ينفتحوا على الحياة ويدمجوا في المجتمع بطريقة إيجابية، وقد أخذوا خبرة أبيهم وتوجيهة أبيهم، وبعد ذلك اطلق له العنان. لعلاش؟ علاش ما تربي؟ قد تربي ولا ما تربيش؟ الآن ما يحتاج للتربية، يحتاج لمن؟ هو يربيك، هو يولي يربي الآخرين. راك درت شكون؟ راك خرجت شكون؟ خرجت أستاذ 21 عام راه ولا أستاذ، ولا خرجت واسمه. المهم على كل حال، إنسان اللي تبارك الله أحسن منك في الخلق، أحسن منك، يولي هو أحسن منك في العلم، أحسن منك في الخلق، أحسن منك في كل شيء، لأن البين لا يحب لأحد أن يتفوق عليه في أي أمر إلا ولده، فإنه يحب أن يكون أفضل منه، فكلما رأى نجابة ابنه أكثر منه، وتفوق ابنه أكثر منه، كان ذلك مشرحا لصدره، يزيد يفرح. كتوصل 21 عام، راح توا ولا يا ربي، خصو يكون ولا يا ربي. لأنه مر بالمراحل الثلاثة تاع التربية. فيظل إذا على هذه الحال يتربى حتى ينام على فراش الموت. أوكي ينام على فراش الموت خصو يكون يعرف حاجة كاسمو يدير. أنت تدخل التربية وكتقول لك كاسمو يدير. أتقبل القبلة وليكن آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. وأحسن الظن بالله. وارجو رحمة الله. شوف فين يمشي معك حتى تخرج روحك. كيقول لك
إن الشيطان يتخبط المسلم عند الموت فيقول له مت على غير ملة الإسلام حتى تخرج الروح، ومن تخرج الروح عاودك واسمه قضية الغسيل أو الدفن. إذا فهي التربية الإسلامية من خصائصها الشمول، وأول هذا الشمول أن تشمل حياتك كلها طولا، أي قبل ولادتك حتى توضع في القبر وأنت مشمول بتربية الإسلام. ما تخلي لكش حاجة. الله سبحانك يا ربي سبحان. أما الشمول الثاني الذي نتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله من خصائصه هو عرضا، الشمول طولا والآن الشمول عرضا، أي يشمل جميع شكون شرائح المجتمع. فالتربية لا تنجح فقط إذا ربينا شريحة واحدة فقط، نربيو الرجال ونخليو النساء، نقريو الرجال والمرأة جاهلة، كي غادي تكون دايره التربية؟ إذا كانت المرأة لم تتعلم دينها والراجل متعلم الدين ديالو وتزوج مرأة غير متعلمة أو العكس، كيف يمكن للتربية أن تكون ناجحة؟ ما يمكنش. حتى تكون التربية ناجحة علينا زيد أن يكون كل شرائح المجتمع من نساء ورجال وعمال وطلاب وأساتذة وأطباء ومحامي وقضاة وسياسيين وللاقتصاد. التربية خص تكون عند كل شيء. الطبيب عباد الله يتخرج يدير العملية بربعة المليون، ولكن يدير المرأة اللي حملت عن طريق الزنا ويخرج الولد من عندها ويمشي يقليه ويعطيه الكلام. منين تصيب انت عندك هذا نموذج انت الانسان الناجح في الدنيا حيث حصل على اعلى الدرجات العلمية في مجال تخصصه وتجده على هذه الحالة، اليس هادما يهدم الفضيلة والاخلاق في بلاد المسلمين؟ وقل ذلك عن الاستاذ في الجامعة الذي يتحرش بالطالبة إذا اختلى بها ويساومها في عرضها بالنقطة كما اللي حدث أكادير اللي قتلها قاع ما بغاتلك تخيل. رجل السياسة الكذاب الذي يعد الناس وعودا هو يعرف، هو أول من يعرف أنه لا يمكن أن يفي بها أبدا. وهكذا فإن التربية كما هي شاملة في حياة الإنسان طولا، سنتحدث في اللقاء القادم عن شمولها عرضا حتى تشمل جميع الناس، لأن البيئة التي تربت على الإسلام تعينك على أن تثبت تربيتك في البيت لأبنائك. مش انت تربي هنايا زين ويخرج لك لهيه كما قال المسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان. شكون هما الابوين ديالو هنا الذين يهودان؟ كيقول لك باه اللي في الدار وهذاك الشيء، ولكن ماشي باه غير اللي في الدار، باه شكون هو؟ الاستاذ اللي راه يقري، المعلم اللي راه يقري في المدرسه، تحول عنده وقت كبير كيجلس عنده، زيد شكون اخر؟ وهكذا يمشي للجامعه، يمشي ثم الاعلام في البيت الذي دخل الى كل بيت اصبح هو الاخر يربي، لاننا يعني قدمنا استقالتنا للتربيه في البيت. ولذلك المسلمين عندهم حرج كبير 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 الآن في ضمان تربية أبنائهم على الاستقامة. علاش؟ هما كيديروا مجهود، كيديروا مجهود، ولكن مشكلتنا أن معاول الهدم التربوي في المجتمع تعددت وسائل التخريب عندها وهي وسائل ناجعة. كل ذلك سنقف عند بعضه حسب ما يفتح الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.